بدوسه حللتم أهلا ونزلتم سهلا ضيوفا أعزاء كراما. اليوم في زيارة عمل بيت بلدي، الزيارة هذه هو شيء إشراف على افتتاح الدورة 54 مهرجان الصحراء الدولي بدوز. المهرجان هذا شيخ مهرجانات، المهرجان هذا مهم جدا لترويج للسياحة الصحراوية. المهرجان مهم عنده بعد ثقافي، عنده بعد اقتصادي، يساهم في حركة اقتصادية، يساهم في تنمية اقتصادية في الجهة كاملة. كذلك المهرجان هذا ليحظى بدعم ومساندة وزارة السياحة في كل سنة، والسنة هذه خصصنا منحة للمهرجان هذه. المنحة هذه بطبيعة الحال هو نحبوا نأكدوا اللي احنا اهتمام تاعنا بالمهرجان هذه، ومجمع المهرجانات اللي هي تسوق للصورة طيبة للسياحة التونسية، تسوق للتراث المادي واللامادي تاع بلادنا، تسوق الهوية التونسية، نحبوا نحافظوا عليها. وهذا الكل يجي وسط معناها نجم نقولوا موجات إيجابية، وصلت معنا مؤشرات معنا طيبة نتاع افتتاح سياحي على المستوى الوطني والمستوى الجهوي. تشوفوا خاصة معناها تحسن عدد الليل المقضات، عنا معناها تحسن قرابة 200% في عدد الليل المقضات. سجلنا أكثر من 128 ألف ليلة مقضات. كذلك عدد في تحسن كبير، ارتفاع في عدد الوافدين على جهة وولاية قبلي. كانت الرؤية أن نرجعوا أو نحافظوا على الروح، روح المهرجان، والعودة إلى اللوحات اللي تعود عليها أحباء المهرجان منذ سنوات مع التجديد في طريقة عرضها. بالنسبة هنالك الحقيقة هيئة المهرجان كانت عازمة على أن تعمل نسخة خاصة متميزة رغم العراقيل والصعوبات. تعرفوا أن الدورة تعرضت لعديد من الصعوبات خاصة المالية واللوجستية. لحد الآن معناها نستنوا في دعم السنة الفارطة، وهذا مؤسف. لو خيال المشاركين في المهرجان كل القطاعات معناها ما خلصوش لتو في مستحقاتهم. هما اليوم السيد الوزير في محادثة معاه، إن شاء الله تحلحلت الإشكالية دي، وإن شاء الله وطالبناهم حتى بأن ما عادش نتعرض للإشكاليات المادية دي. عندنا العديد من الأنشطة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، أي قبل انطلاق بتاريخ 22 ديسمبر بتظاهرات التحدي الصحراء للعداء منصور الصحراوي اللي انطلق يوم 9 ديسمبر من أمام وزارة السياحة، وصولا إن شاء الله اليوم إلى ساحة حنيش. كذلك عندنا العديد من الأنشطة، أول مرة في برنامج مهرجان الصحراء في دوز اللي هو عرض المناطيد بالاشتراك مع الجامعة التونسية للمناطيد، وعرض الطائرات الورقية بالاشتراك مع الجامعة التونسية للمناطيد، ماراثون الخيول وهي لأول مرة، وكذلك التريكينج اللي انطلقوا يوم 19 ووصول يوصل اليوم ان شاء الله لقطع مسافة 60 كيلومتر عبر الصحراء. والما المهلي يا جاهلها ودي نظل تسير برواحلها. صف صف ودي اللفوفة بهاهم قوافل قوافل جاية حشادة. Avec l'un des plus beaux tableaux du festival de 12 heures.